كميل، شو صار؟ ما بعرف، فت لعندك على الباب لقيتك واقعة بالأرض وعم تنزفي، حملتك وركضت فيك لهون. مروان معك؟ لا، ما شفته لا هون ولا بالبيت. كل اللي شفته رامي ظاهر من البيت وكان زعلان كثير. رامي؟ بدي اطلب منك طلب. اطلبي اللي بدك اياه. بس اظهر من هون ما بدي ارجع لعند مروان. بدي اطول لي على شي شقة صغيرة. وانا رح اجرب لي شغل. بس ما بدي ارجع لعنده. ماشي، انت هلا اطلعي من هون بالسلامه وبعدين لك الحديث حديث. ليش رح طول هون؟ ما بعرف، هلا بسال الحكيم. رح اشوفه هلا ورجعت اخبرني شو بقول لك. بس ترجع بدي اطلب منك طلب تاني. حاضر. شو قولك صار مع حلا؟ هلا قطعت لين همها؟ اجا كميل اخذها، كانت غيبة عن الوعي وعم تنزف كتير. اقل شي اعرف شو صار معها. ما بعرف ولا بهمني اعرف، كل همي انك هون معي. بس انا لازم اعرف شو صار. ليكي، شو رأيك تقومي تدقي لكميل على المكتب تسأليه؟ ايه بس انا كيف عرفت؟ قولي لونك عرفت مني. أولك؟ أكيد، قومي قومي. الحكيم اللي عمل لك العملية ما نظف منيح، مشان هيك صار معك نزيف قوي. بس الحكيم اللي هون طمني وقال لي يومين زمان بتطلع. قال لك إني بقدر أرجع أجيب ولاد؟ فيك تجيبي 10 ولاد إذا بدك، حاجة تنام. حلا شو بك؟ ليه عم تبكي؟ عم ببكي على حالي، عم ببكي على المرحلة اللي وصلت لها. كنت مفكرة انه حياتي مع مروان رح تكون كلها حب وغرام. كميل، انا مش بس تغربت عن اهلي وعن ضيعتي، انا كمان تغربت عن حالي. بحسي مش عم بعرف مين انا. المهم هلا تقومي بالسلامه وتبلشي حياه جديده بعيده عن مروان وقرفه، وما تعتلي هم على حدك. ما بعرف شو كنت رح اعمل من دونك. حاجه ربحتي لي جميله، شو عم تلك انا؟ المهم تبلشي حياه جديده. اتفقنا؟ ايه اتفقنا. دخلك ما سالتك مين دلك على الحكيم اللي عمل لك العملية؟ هند. هند دلتنا عليه. هند؟ طيب، ميرسي. طيب إذا منه بالمكتب، طرفني على المستشفى، بيكون عنده. كميل؟ كميل؟ كيف فتت؟ شو ناسي حضرتك انه البيت بيتي والمفاتيح بعدهم معي؟ وانت شو عم تعمل حضرتك هون؟ انا كنت جاي عم بسال. شو بدك تسالها لهند؟ ما دخلك، ما لك خصها تسال. على كل حال لا انت ولا هو بتحرزوا هالسؤال. بعدين حضرتك شو عم تعمل هون وحلا كانت رح تموت بدل ما توقف حدا بمصيبتها؟ هي اللي وقفت حدك وضحت كرمالك، وبالمقابل انت شو عملت؟ خمتها وتركتها وحرمتها من حقها بالأمومة. وانت يا ست كيف بتاخديها للمخلوقة عند واحد جزار؟ ما كانت ماتت بالعمية، انت شو بلا قلب بالخالص؟
بس انا عارف، انا عارف ليش عملت هيك. كل اللي عملتيه كرمال هالانانه. ما بسمح لك تحكي عنه هيك. مروان هو حب حياتي. يا حياتي، بدي اعرف بس قديش بده يضايقك الحب. قديش مفكره يبقى معك؟ بكره بيزهق منك وبيشبع وبزتك مثل الكلبه. ما تكوني بفتكري حالك اهم بكتير من اللي سبقوك. خلاص يا واطي. انت واطي. انا كنت جاي حاسبك على اللي عملتيه مع حلا، بس بدي اقول لك شغله. بده يجي نهار وانت تتحاسبي على كل اللي عملتيه. انت وحده شريره. وانت اذا حابب تعرف حالها كتير منيحة. مرحبا. حضرتك أكرم الحي؟ ايه أنا. أنت مين؟ أنا المحامي منير كرم. ممكن فوت؟ تفضل. نعم. بشو بقدر أخدمك أستاذ؟ عندك قرايب من بيت الحايك بشمال؟ نعم، قرايب أمي. أمك بتكون بنت خيو لجلال الحايك، مش هيك؟ إيه، بس أهل أمي نكروا لما تجوزت بي. مثل ما فهمت، أمك من بيت الحايك وبيك كمان. نعم، في قربة بعيدة بين أمي وبيي. أمي الله يرحمها كانت من بيت الحايك الأغنية، وبيي من بيت الحايك الفقير. مزبوط. فإذاً أنت أكرم الحايك اللي عم فتش عليه. عم فتش علي؟ ليش بدك مني؟ خير أستاذ أكرم، كل الخير. مرحبا. أهلا. ما بعرف إذا تذكرتني. شايفك قبل بمرة. أنا كمين سعد، صديق الحب. إيه مزبوط. أهلا أستاذ كميل، تفضل. شكرا. أستاذ رامي، حلا انظلمت وانخدعت. خدعتني لإلي كمان. هي هلأ موجودة بالمستشفى وطلبت مني اني اجي لعندك واحكيك، لانه بدي اياك تسمعها لمره اخيره. وشو يلي بدي اسمعه؟ حلا انغربت بمروان. مروان كتير شاطر بتلاعب بعواطف النسوان. فكيف اذا كانت بنت بريئه ورقيقه مثل حلا؟ طبعا انت زعلان لانه هي خدعتك وقالت لك انه خاله، بس حلا كتير بيهمها رأيك فيها، مشان هيك كانت خايفة انك تحتقرها. استاذ رامي، انا بتمنى عليك كرمال العشرة اللي بيناتكم تروح لعند حلا وتسمعها، والقرار بإيدك. هيدا عنوان المستشفى ورقم الغرفة. أستاذ كميل، ما قلت لي ليه حلا بالمستشفى؟